اهلا مشاهدينا، نواصل معكم دفقه شروق الصباح الحي. زي ما عارفين انه السيول والامطار اثرت بشكل كبير جدا على مناطق السودان يعني، واللي فقدوا المأوى والمسكن الان هم في العراء. وشفنا الجهود الرسميه والجهود الشعبيه قد ما تكون بالصوره المطلوبه او المرضيه. نحن نتمنى انه تتم تعويضات اكثر في مناطق امنه بالنسبه للمواطنين الساكنين متاخمين يعني للنيل. فكان في مجهودات فرديه من مؤثرين في مجتمع السوداني، خاصه نحن نتكلم عن الرساله الاعلاميه، هي الرساله الاسمى دائما. وزي ما عارفين في بيت شعر كذا بقول: النمل تمني غراها في تماسكها والنحل تجني رحيق الشهد عوانا. احنا الان ده وقت الحوبه بحق وحقيقه يعني، ومناشده لكل اهلنا واحبابنا انه دائما يعني يكونوا يد واحده ومساندين لاهلنا اللي تضرروا. زميلتنا الاعلاميه ميسون عبد النبي اطلقت مبادره جميله جدا من خلال منصات التواصل الاجتماعي بالتحديد فيسبوك. وجدت هذه المبادره صدى واسع جدا من خلال الاعلاميين عموما مجتمعنا السوداني. يا حسام قلت لكن احنا سعداء جدا انه هي ظهرت على الصوره الان ولم تظهر يمكن في قنواتنا السودانيه ما يقارب الخمس او ما الى ذلك من السنوات. اهلا بك ميسون، سعيدين انه نرحب بك في الشروق اولا في السودان بصوره اعم. الله يخليك، تسلم كثير. انا سعيده جدا انه الليله اكون معاكم زملائي اللي خليته يمكن خمس سنوات. خليت الاستديوهات والكاميرا والإضاءة. بركة شفتكم طيبين كلكم، وإن شاء الله دائما الناس كلهم بخير. وفي نفس الوقت أنا بتأسف جدا إنه أنا جيت في الظروف اللي إحنا عايشينها دي، هي ظروف معقدة جدا، لكن ما كان في ضيق إلا جات بعديه رحمة، والرحمة بتجي مننا نحن، وده حالنا إحنا السودانيين. دائما ابتلاءاتنا كثيرة لكن إشراقاتنا كبيرة، وبندرس الناس كيف نحن بنقدر نتجاوز المحن المختلفة اللي بنمر بها. أكيد. على تاريخنا الطويل. أكيد. لازم الناس تكون عارفة دي الحياة، يوم فرح غامر وأحيانا تأتي أكيد. أحزان أكيد. ثم أحزان، لكن كيف نحن نعرف الواقع ونعيش مع الواقع. نعم. عشان ما أشوف البيت الكبير. الكبير. والله لسان الحال غلب بالنسبة لنا نحن هنا في السودان يعني. صح. كوارث وراء كوارث وآثار مختلفة، سواء كان الأزمة الاقتصادية، جائحة كورونا، والآن الفيضانات. صحيح. اللي عمت كل وطننا الحبيب. بيتنا بيتكم، وانت الآن موجودة في بيتنا الكبير هنا في الشروق عشان توجه النداء لكل أهلنا في السودان. عارفين انه بمجرد ما المنازل غمرت بالمياه مباشرة في ناس شرعت انه تسكن في الخيام، ومباشرة آخرين حبوا أن يستضيفوا الأسر معهم، وده من طبع إحنا كسودانيين طبعا. فنتكلم عن هذه المبادرة طبعا ملامسة للوجدان والفكرة واضحة، لكن نشوف هل نفذت يعني. طيب اختبار أول صح. أول حاجة أنا بحيي السودانيين في كل مكان، وباعتبار أنه أنا كنت مغتربة لخمس سنوات فعارفة شعور الناس هناك. صحيح. وفي خوف وفي وجع وفي ألم. المبادرة هي كانت بسيطة، أنا بيت من بيت سوداني عادي، قمت لقيت جدي فاتح صيوانه أو ديوانه أو صالونه للطلبة اللي هم بكونوا ساكنين في القرى وكده، فبيجوا بيقعدوا وكان بيقسم معاهم لقمته. أنا جدي اللي بتكلم عنه ده رحمة الله عليه عبد الله حمد النيل، هو راجل كان بسيط جدا، هو كان جزار، كان بيقسم لقمة أولاده مع الطلبة، ودايما كان بيقول لنا ضيف الليل ما تمشي ليه بيدينك فاضية، شيل فراشه أول خده في الحوش عشان ما يقيف على حيله، بعدك افتح الباب. ده الوسط اللي أنا قمت فيه، فعارفة يعني شنو زول يفقد بيته، وخصوصا إنه أنا في الفلبين، عارفة غدر الموية كويس يعني. أنا عهدت هناك أو عاصرت هناك عدد من الفيضانات والزلازل وكذا، ففي مساحة في بيتنا. بيتنا هو ما كبير شديد لكن بشيل يعني النفوس ما طيبة. فالمبادرة جات من هنا إنه نفتح بيتنا، والحاجة الكويسة يعني الأسرة تحمست للموضوع شديد يعني. أنا فكرتي كانت مجرد إنه نحن نفتح الحتة المكفولة في البيت يجوا فيها الناس، لكن أسرتي قالوا لا خلاص نحن نحاول شنو حتى الأكل والشراب يتوفروا يعني، لأنه أكيد اللي بيجي بيت دي
او شايل له الفيضان بيكون على الاقل عايز اللقمه، لانه ما يعني برد بيها حشاوه وعاوز فتره زمنيه يعني مقدره جدا عشان ما يستوعب الحاصل وبعد ذاك ينقل معاه. محتاج للتطمين يعني. انت لما تقول انا والله فاتح بيتي، اليقين بيدخل القلوب، وفي نفس الوقت الزول الخايف يفتح بيته بيفتحه، لانه مع الاسف الشديد الظروف الاقتصاديه بتخلي زول يفكر والله انا لو فتحت بيتي طيب يعني العيش كيف حيكفينا، حيكفي اولادي، انا اولادي ما عارف كتار. فبقول لا، احنا نفتح البيت وبعد ذاك الرزق من عند ربنا. ربنا كل زول كل زول. وبالمناسبه لقيت هي ما منظمه المبادره يعني، انا ما عامله ليستا ولا كذا، انا بس قلت يا جماعه افتحوا البيوت، ولقيت صدى صدى كبير. اخره امبارح جاتني رساله، ممكن تكونوا شفتوها في الفيسبوك، واحد عنده شقتين في جبرة، تحية له استاذ خالد، شقتين جداد، قال لي معانا الرسائل طبعا على أيوه. على الهواء كله بيتنا مفتوح منقدر المبادرة دي رسالة. صحيح جميل، والجميل انه يعني في شكل المبادرة هو اصلا رسالة لكل الناس. خلينا نتكلم عن انه امكانية كل اسرة مقتدرة او عندها اليقين الكافي انه والله ممكن تفتح البيت. بيتكم يفتح، لانه بيتنا اصلا فاتح لكل الناس. أكيد. وبيتنا بيتكم حسب اسم المبادره لاسره اسرتين ثلاثه، فده فيه كميه وهاله كده من انت عارف الحكايه ما قدره. يمكن كل السودانيين عارفين انه مثلا لما تمشي في الشارع بالذات في رمضان يعني بيصل حد المشاكل في انه كيف تمسك، لازم تفطر معاك ايوه، والناس بتصارعوا مع بعض في انه يكرموا الضيف، ولما تعاين للبيوت بتلقاها بيوت جدا بسيطه. فدي القيمة اللي احنا قاعد ندرس فيها للعالم، احنا ما عندنا لكن رغم الظروف دي بنقدر نتشايل وبنعيش المرحلة بكل تفاصيلها، وان شاء الله كلنا نطلع من الأزمة الكبيرة اللي احنا فيها. ميسون انت قلت حاجة سمحة جدا، انه المبادرة دي لقى الصدى مباشرة في خيرين حبوا انه برضو يساعدوا زي ما ذكر حسام، وانت كمان الشرطة ما الا تكون مقتدر يعني. صحيح. عندك شقق او كذا على قدر الجود بالموجود اللي عندك. صح. يعني فنتكلم عن كيف ممكن نحصر الأسر اللي هي بتتواصل معاكم حتى انه نوزعها بالصورة المطلوبة في كل المساكن. في المرحلة دي الشغل المنظم صعب طبعا، لأنه النيل جا داخل من غير توقعات مسبقة. بالضبط. الناس ما عارفين انه النيل حيصل المرحلة دي، لكن بقول شنو، الشغل الفردي ما سهل على الإطلاق. يعني لو كل بيت بيقدر يوفر مساحة أو حبة أكل أو حبة قروش، على فكرة الناس ما تستصغر المساعدة، 10 جنيه بتفرق. صحيح. يعني بتفرق، يعني عيشتين أو 3 عيشات بيفرقوا. فالآن ما وقت حصر ولا تنظيم، الآن كل الناس تشوف الحوالين أو تفقدها، بالذات الناس اللي تأثروا ويمشوا. بالذات أنا بوجه يعني دعوة خاصة لأصحاب العربات الدفع الرباعي اللي بتقدر تدخل في الموية أيوة، سواء بكاسي سواء عربات كبيرة أو كده، إنه يتوجهوا لأهلنا اللي متأثرين الآن بفيضان النيل ويطلعوا اللي بيقدروا عليه، لأنه أسوأ حاجة إنك تفقد حاجاتك اللي أنت عايش فيها. يعني أنبوبة الغاز لو طلعت عليه بتريحه، لو طلعت عليه مثلا حبة هدوء طبعا في حاجة هينة أي كل بتريحه. صعب. ونشوف كمان كيف نقدر نوفر يعني على الأقل، لأنه بعد الكارثة بتجي الأمراض، ملاريا غير أيوة. فأنا بطلب من كل الناس إنهم هم يعني أنا هو ما طلب يعني ولا نصيحة، يعني أنا بنصح نفسي وأذكر الآخرين إنه الآن المرحلة مرحلة بتاعت وقوف، وما نفكر في نفسنا خصوصا انه احنا قاعدين في بيوتنا امنين. نحاول، لانه في اطفال، في كبار سن، في ناس ما بيقدروا يتحركوا. وتحيه خاصه للشباب صراحه اللي هم اسهلوا العالم، الشاب السوداني استطاع انه يواجه الرصاص بصدر عالي، والان بيواجه في النيل دون خوف دون حمايه. واحنا كلنا عارفين في الموسم ده بتجي العقارب، بتجي يعني اللي هي بنسميها مصايب البحر. بالضبط. هن بيسموها كده. فهنا برضو بوجه دعوة لكل المؤسسات اللي عندها أمصال تتوجه للناس ويحاولوا يساعدوهم باللي بيقدروا عليه. نعم، دائما ما بنقول، وخلينا نتكلم على الجانب ده، إنه كل سوداني ما مشهود على فعل الخير. صحيح. لأنه إحنا كسودانيين سامحين بطبيعنا وبخصامة، وده لازم كل زول يعرف إنه ده الواجب بتاعه. صحيح. لازم يقدمه، لازم يقدم الواجب ده. ف
مدارين القيم والحياه السامه تندثر وتضعف فينا، فشنو اللي بيخلي الحياه دي تزيد اكتر؟ لان هي اصلا موجوده فينا، وقمنا زي ما قامت ميسوم في بيت جده ولقت الحاجه دي، كل زول قام يمكن لقى ابوه جده عمه خاله ديوان وفاتح، لقى الديوان فاتح ولقى كثير جدا من حبه. لو تتحرم انت من غداك او لقمتك عشان يكرموا بها غيرك يعني عادي. انا قمت يعني دايما بقول انه انا قاعد يعني لما نجي ساحه الغداء باكل باقي الحله يعني يعني سنين طويله جدا باكل يعني ما بحطها في صحن لانه ما بكون في كثير لانه مشى للضيوف يعني، فباكل من باقي الحله. والحاجه دي في الاول لي انا كانت يعني ليه صعبه كده، وبعدين تلقى بطانيتك شالوها للضيف مخدتك حاجاتك كده. فبعد ذاك انا لما كبرت حسيت بانه زمان يقول لك ده ود عز. العز الحقيقي ما عز قروش بالمناسبة، العز الحقيقي عز كرم، عز إنك إنت تعرف والله الضيف اللي بيجيك ويتغطى بغطاك ده غد تجي الأيام ويقف معاك. ودي اللي حصلت يعني، أنا من بيت جدي تخرجوا دكاترة وتخرجوا مهندسين ولقيناهم ومدراء كبار وما انقطعوا ومتذكرين الحاجة دي. إحنا محتاجين الآن نصهرة بس، لأنه واحدة من الحاجات اللي بتزحل الزول انه المجتمع السوداني فيه اشراقات مبالغ فيها لكن ما ظهرناها، او بنخجل بنقولها نحن بنكرم. الان المرحله دي كاعلاميين كناشطين في مجال التواصل الاجتماعي نحكيها كامله عشان نشجع الناس. هذا دور مهم جدا، لازم الزول يكون فاعل ومؤثر في هذه تحديدها. هي دي الحاجه اللي احنا محتاجينها، لكن نعلم السودانيين الكرم طبعا مستحيل يعني. صحيح. ميسون كان في الثوره المجيده الظافره الحماس كبير كان عند الشباب وملهم بحقه حقيقي زي ما ذكرت، علم اجيال وانتشر من خلال الميديا للعالم الخارجي. الحماس ده نحن ما عايزينه يقل بشكل باي شكل من الاشكال يعني، عايزينه يكون مستمر وجزء من عمليه البناء.
التلفزيون ولا بنشوفه في التواصل الاجتماعي شايل له شوال بتاع تراب، الموضوع ده ما سهل على المستوى البدني يعني، فبيحتاج ياكل عشان الطاقة نفسها. وهنا بدعو كل حواء في السودان، كل سيدات البيوت، انهم يتحركوا بالبسيط يعني، اللقمة اللي بنقسمها. فان شاء الله ربنا يعني يقدرنا انه نعبر المرحلة دي بسلام ونبني السودان ان شاء الله. جميل. طيب لو كان في الجانب الاخير، انت ذكرتي الناس اللي حابين يتواصل ممكن يتواصل من خلال صفحاتنا، لكن ما فكرتي انه يكون في حساب بنكي حتى للمساعدات اللي بتجي خارج السودان، او ارقام تواصل، هواتف، حتى انه كل اللي عايز يمد يد الخير يتواصل مباشره؟ اكيد ان شاء الله الحاجه دي حننسقها مع بعض كلنا ونعمل حساب خاص، وفي نفس الوقت نعمل ان شاء الله صفحه عشان يكون في تنظيم لحركه الدعم، وحيكون ان شاء الله عبركم وعبر قناتكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا ميسون عبد النبي، سعيدين جدا بك وسعيدنا بك في صباح الشروق. الحمد لله على السلامه مره ثانيه. الله يخليك طبعا، واتمنى انه اكون ضيفه، كنت ضيفه عليكم خفيفه اي، لانه الموضوع صعب، وعلى المذيع عشان يستوعب انه هو ضيف بيحتاج انه يكبل حاجات كثيره جواه يعني. انا عايزه اسال يعني. شكرا. احنا عاوزين نطلع فقره جايه يا حمزه. نعم. عاوزين نشوف نمشي لتقريرنا الجاي في رونغا وتحديدا في سينار. نعم. وهذه كاميرا المذيعة ميسون الان، يعني عوده للعمل بعد عوام طويله. تابعونا بعد فاصل قصير ان شاء الله، مواصله في هذا البحر الكبير الذي دخل كل البيوت السودانية، سواء فعليا من خلال المياه أو دخل القلوب من خلال التعاطف. بعد الفاصل.